الأخبار. يمكن لحل المشكلة نتاع النقص تاع المورد المائي هنا في مدينة بشار، المشروع هذا اللي قامت بالإنجاز نتاعو شركات وطنية اللي اشتغلت محطته كامل، ساكنة تاع بشار لاحظوا انه الاعوان تاع الاعوان العموميين، ولينا الشرف انه حتى مدراء عامين كانوا هنا متواجدين 24 ساعه على 24 ساعه، خدموا بطريقه بدون انقطاع من اجل الوصول بالمشروع هذا في اقرب الاجل الممكنه. نحب ناكد كذلك على نقطه اخرى بانه المشروع هذا يعتبر حلقه من الحلقات، لانه السلطات العموميه اعطت كل التسهيلات وكل الامكانيات من اجل تكفل امثل ومثال لمشكل النقص تاع المورد المائي، لانه اليوم كاين بوسير واحد، كاين كذلك عده مشاريع اخرى منتهيه الدراسه نتاعها راهي موجوده تنتظر تسجيل، وعندنا حتى لاكورد دو برانسي باش ننطلقوا، لان ولايه بشار نخموا على المدى المتوسط المدى البعيد كذلك حتى على الجوانب الاخرى. اكيد ان الماء الشروب يجي في سلم الاولويات، لكن كذلك ولايه بشار عندها امكانيات فلاحيه، عندها كذلك مستقبل لما لا صناعي سياحي، هذا كله يتطلب توفر مورد مائي، ولذلك الحلول ان شاء الله موجوده وتكون حلول متكامله. كذلك ننوه الحل التقني، منذ ايام قليله كان تدهور في النوعيه تاع المياه اللي تجي من سد جرف التربه، لكن الحمد لله كان تدخلات الكبرى اللي قامت بالحلول التقنيه اللازمه في وقت قياسي، ولاحظ الجميع بانه كان هناك تحسن ملحوظ بالنسبه للنوعيه تاع المياه. تجبر الإشارة هنا، نحب نذكر ما نقدرش نمر بدون ما نشكر السلطات المحلية على رأس السيد الوالي اللي وفر كل الظروف، ونأكد هنا بأن التصريح تاعي بعيد كل البعد عن التصريحات البروتوكولية، هو تصريح حقيقي، شيء لمسناه، شيء شجعنا باش نعمله. كذلك السلطات الأمنية والعسكرية أعطت كل الإمكانيات، حقيقة الجو توفر اللي خلانا نعملوا حتى في ظل يعني كما يقولوا في ظل ثقة كبيرة من أجل الوصول بإذن الله ما يكون حتى مشكل مدام يكون